احنا بنتكلم عن الشيخوخة كان لينا هذا لقاء مع دكتور عبد المنعم عاشور رائد طب المسنين في مصر ورئيس جمعية الزهايمر المصرية ليحدثنا عن هذه المرحلة المهمة جدا في حياة الإنسان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. بداية عايز أعرف من حضرتك ليه اخترت هذا التخصص طب المسنين بالتحديد؟ إن كنت يعني خدمت فترة في الجيش وطلعت استقلت 76 فاكتشفت إن احنا ما عندناش قسم للمسنين ولا اعتراف بالمسنين فتطوعت بقى. أنا قلت لا لازم أنشئ يعني أنا نوع كرياتيف شوية وما أقدرش أسكت كده. قمت واخد أجازة ورايح إنجلترا اتعلمت هناك واشتغلت السنة هناك وكانوا عاوزين يشغلوا لي هناك. قلت لهم لا أنا جاي أتعلم عشان أعمل في مصر حاجة. تقييم حضرتك لدور المؤسسات والهيئات الموجودة في مصر في رعاية المسنين وكبار السن في مصر؟ ضعيفة جدا. ابتداء من الحكومة يعني تشوف مثلا الحكومة وأولوية الصرف على الأمراض النفسية قليلة جدا ثم يليها الصرف على المسنين نادر جدا. فعدد الأطباء اللي بيفهموا في طب المسنين في الوزارة محدود جدا. بس قدرنا يعني نعمل وعي. احنا ماشيين بمراحل. المرحلة الأولى الوعي. دكتور هل في أمراض لا يعالجها إلا دكتور طبيب متخصص في طب المسنين؟ مش بس إيه؟ امراض يعني الصحة نفسها او رعاية صحة المسنين تتطلب تخصص. يعني ده غالبا المسن بيبقى عنده اكتر من مرض. يعني زي ما انت بتقول حضرتك انا بقوم فلان الصبح قام مش عارف هو فين. دي ممكن تكون سببها التهاب رئوي. ممكن يكون سببها انه عنده امساك. ممكن يكون سببها انه عنده الزهايمر. ممكن يكون سببها انه وقع في الحمام وراسه اتخبطت وفيها نزيف. مين اللي هيفرق ده كله من بعض؟ ما عندناش الطبيب القادر على هذا. ان احنا اللي هو بيسموه برايمري كير يعني الرعايه الاوليه بس للمسنين. ولذلك احنا عملنا قسم يعني احد الانجازات اللي جسرتها دلوقتي في البنيه الاساسيه ان احنا عملنا قسم الطب وصحه المسنين في كليه الطب. ياخد فيه الدكتور الماجستير وياخد فيه دكتوراه وفي المنهج بتاعه فيه كل الامراض والصحه والكلام زي كده ويقدر يعمل الكلام اللي انا بقوله لك. في احصائيه بتقول وحضرتك تصحح لي يعني مدى صحه هذه الاحصائيه من عدمه انه 69% من المسنين في مصر بيتوفوا نتيجه الاهمال وعدم الرعايه. هو يعني مشكله طب المسنين او مشكله المسنين عموما ان هم مهمشين. انما هو الناس بتموت زي ما بقول لحضرتك لانها مهمشه ما فيش خدمات خاصه ليها ما فيش حتى تامينات. يعني انت بتكون موظف محترم جدا وعامل اشتراك في هيئه التامين الصحي لما تطلع معاش ما تاخدش التامين الصحي بتاعك في حين تتلقاش الخدمه اللي طلعت على المعاش. ده انت الاولى انك تاخد فلوس. كله ده سببه ان تكلفه رعايه صحه المسنين عاليه. ده بقى اللي بنسميه يعني ايه التفسير الراسمالي للمسنين للشيخوخة. ان الناس كل واحد بيتحسب على قدرته على الانتاج. اللي بينتج ياكل ما بينتجش ما بينتجش ما تاكلش. فده اورينتيشن راسمالي بحت. تمام. في اعداد كبيره من الناس بيكبروا في السن وفقراء. حضرتك رئيس الجمعيه المصريه للزهايمر. عايز حضرتك تعرف لي هذا المرض ولماذا ينتشر بين كبار السن اكتر؟ في تاثيرها بسيطه جدا. حاجه اسمها شيخوخه الفرد وشيخوخه المجتمع. يعني الفرد يعني ايه التغيرات اللي بتحصل في بني ادم لغايه ما يكبر ويعي بامراض مختلفه من ضمنها الزهايمر. ففي مجموعه يعني واصله لان في الاف من المسنين عدوا سن الستين وبقى يعني استهدافهم للمرض اكتر مش مجرد يعني لاول مره. وبعدين في عوامل في نوعيه حياه الانسان بتخليه برضه اكثر استهدافا زي اهمال السكر واهمال الضغط والقلب والامراض نعم وامراض القلب والضغط وامراض القلب والحاجات زي كده والبيئه الملوثه والكلام زي كده. كل ما زادت الرعايه الطبيه في مجتمع كل ما زاد نسبه المسنين فيها دكتور. وتتخيل بقى ان دي السخريه بمعنى ايه؟
كل ما تحافظ على صحة الإنسان وتطول عمره يجيله ما يعني ما تقدرش تمنع عنه الزهايمر، بل بتزيد حالات الزهايمر. طيب إزاي نعمل توازن بقى بين إن أنا عايز الشباب ينتج وفي نفس الوقت أحافظ على المسنين وتقدم ليهم هذه الخدمة؟ إن بيعملوا حاجة اسمها بوليس التأمين للكبار، يعني يتفحوا الصغيرين. يعني الأبناء يدفعوا بوليس التأمين للأب والأم. للأب والأم. والحكومة تضمن السعر. هذه فكرة جديدة وظريفة جدا. هل ده مقترح في مصر يا دكتور؟ طرحناه. ما هو بيجي يعني الأفكار دي بتيجي من مصر. طرحناه محدش بيسأل. دكتور إيه اللي مطلوب من الأجيال، من الشباب، من الأولاد إنهم يعملوه علشان يراعوا؟ كلام في منتهى الأهمية. أهو ده كلام حلو. إن الاستعداد للشيخوخة يبدأ من يعني الشباب. من بدري قوي ما يتعلمش التدخين وما يتعلمش الشرب ويبقى كسلان ويكرش، والبنات ما يمشوش في الشمس عشان يجي لهم هشاشة. يعني في أسلوب بنسميه احنا كده إيه؟ الحياة الصحية. الصحية الحياة بسمها جود لايف. يعني كل ما كانت الحياة جود لايف ونظيفة يبقى يعني زي ما تقول اللي بتزرعه في الصيف بتحطه في الخريف. إذا عشت معقول وأنت صغير يبقى هتوصل لمشوخك. لا بتهلس زي ما أنت عاوز وأنت طبعاً يعني واحد ملاش تقول بيه. أنا بشوف قد إيه من الناس المهمين وكانوا يهمونا نتيجة بس اللي بيشرب السجاير، وكانت السجارة تخش وتطلع في بقه، بس لقيت في سنة 40 50 جاله كانسر ومات. ده كلام دكتور. وحضرتك في هذه السن وتعتبر نفسك أحد المسنين في مصر، ماذا تريد من الدولة؟ الدولة؟ أبسط حاجة إن معاشي يمشي مع الغلاء اللي بيحصل. دي أول حاجة. نمرة اثنين إن يبقى في حتى تأمين صحي ليا. يعني أنا أستاذ في كلية الطب ومع ذلك ما أقدرش أتعالج ببلاش. لازم أشترك في الرعاية، في الجمعية التعاونية للدكاترة وأدفع في كل سنة كذا. ده كلام. فلازم يبقى في أنظمة لدعم الناس ديت مادية.